ما شاء الله فيديو دقيقة 27 ثانية، يعني ما كملش حتى دقيقة ونص، عمل مشاهدات 405، يعني مش عدد مشاهدات كبير، وبالرغم من كده عمل أرباح 2 دولار 26 سنت، أرباح ما بتحققهاش فيديوهات مدتها طويلة. لو أنت عايز تعرف السر إزاي الأرباح دي جت على فيديو مدته قصيرة كده، كمل معايا الفيديو، وبنصحك اوعى تجري أي جزء فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الكل بخير ان شاء الله. الحقيقة الفيديو ده ما كانش على البال ان انا اصوره وانزله، خاصة ان انا كنت خلاص هبتدي ارفع الفيديو الخاص بتفعيل ميزة الانتساب كجزء تاني بعد ما اتكلمت عن ميزة السوبر شات وازاي نفعلهم على القناة عندنا. لكن اللي خلاني اعمله اكتر من سبب، بالرغم ان يعني حذرت قبل كده في فيديوهات سابقة، بس الناس كالعادة مش بتهتم، وبعد ما بيحصل لها مشاكل وبتسأل على الحل بس للأسف بيكون خلاص مفيش حل. والفيديو ده للقنوات المفعلة والغير مفعلة، وعشان القنوات الغير مفعلة بقى دلوقتي سهل انها تخلص موضوع الساعات، سواء عن طريق اشخاص او شركات بتبيع لهم الساعات وقنواتهم بتتفعل بعد كده، وبيكون الناس او ما يسمى بالشركات دي مصدر ثقة ليهم. وبعد كده للأسف اصحاب القنوات الصغيرة دي بيبقى صيد سهل ليهم، يعني يبتدوا معهم في الاول كده، لو انت عايز تخلص الشرط الثالث هنخلصه لك، وبعدها الناس بقى اصحاب القنوات اللي هي تفعلت عن طريق الشراء بيتفاجئوا ان ما عندهمش ولا مشاهدات ولا في ارباح، فيبتدي يجي لهم احباط ويأس. هيجروا على مين؟ بيجروا برضو على الاشخاص اللي هم باعوا لهم الساعات وبيبيعوا لهم المشاهدات ايا كان، ويشتكوا لهم فيقولوا لهم لا دي مشكلة حلها بسيط، احنا نقدر نبيع لك ارباح او نبيع لك دولارات، ويبتدوا يشتغلوا معاهم بالوضع ده. ادفع لي مثلا 100 جنيه هيرجعوا لك 500، ادفع لي 300 هيرجعوا لك مش عارف 1000، وما شابه من اشكال النصب دي. وللأسف الناس نتيجة للإحباط اللي بيبقى عندهم ما بيصدقوا أي حاجة زي كده، وممكن تصادف معهم شهر يقبضوا فيفرحوا فيكملوا معهم، ويتفاجئوا بقى بعد الشهر التاني على طول إن حسابات الأدسنس بتاعتهم بتتوقف. يبقى أول سبب عشان أعمل الفيديو ده هو ظهور المسمى الجديد شركات بيع الأرباح أو بيع الدولارات، وللأسف الشركات دي بتلاقي الترويج ليها ما بين الجروبات وأصحاب القنوات الصغيرة، وللأسف أكتر في قنوات كبيرة بتكون وسيط للشركات دي، نظير كوميشن بياخدوه وبيبتدوا يقنعوا أصحاب القنوات الصغيرة إنهم يروحوا للشركات دي ويتعاملوا معاهم في حكاية شراء الأرباح. وطبعا أصحاب القنوات الصغيرة بتصدق نتيجة ثقتهم في صاحبة القناة الكبيرة اللي قالت لها كده، أو صاحب القناة الكبيرة اللي قال لهم كده، وبعد شوية يتوقف الأدسنس، لا بيعرفوا طبعا يوصلوا لصاحب القناة ولا للشخص اللي كان بيأذيهم أو كان بيبيع لهم الدولارات دي. وتاني سبب بعمل الفيديو عشانه ان انا لحد وانا بصور الفيديو ده مع حضراتكم رسائل بتجيلي من اصدقاء او تعليقات ان هم يعرفوا ازاي لو في حد بيأذيهم عايز يوقف لهم حساب الادسنس نتيجة نقرات بيعملها لهم، اعمل ايه واحمي نفسي ازاي. وبرضو بالرغم ان انا وضحت الكلام ده قبل كده، بس كالعادة الناس مش بتشوف الفيديوهات، وكالعادة برضو صديقي العزيز اللي بيحاول يضرني مش بيبطل، حتى من اخر فيديو انا عملته وكلمت فيه وحذرت، لكن هو الحقيقة مكمل معايا، ومن فترة للتانية بفضل اعمل نموذج الحماية وابعته، بس اكيد مش كل شوية هطلع اقول لكم ان في حد بيحاول يضرني واعمل فيديو، وقلت خلاص بقى نتعامل في صمت انا وهو. لكن لما لقيت الرسائل دي كترت تاني من اصدقاء حسابات الادسنس بتاعتهم اتوقفت نتيجة اذى من اشخاص، او للأسف هم بيأذوا نفسهم وهم مش عارفين نتيجة ان هم بيستخدموا VPN او بيدخلوا جروبات برضو بتكون شغالة عن طريق VPN، ويتفاجئوا بعدها ان القنوات بتاعتهم او حسابات الادسنس اتوقفت. فقلت اطلع بقى اوضح تاني بعد ما اكتشفت اللي حاصل معايا النهاردة او دلوقتي تحديدا وانا بصور الفيديو ده، تقريبا يعني بعد الفجر بساعة، ويعتبر كمان ان انا اتأخرت في ان انا اكتشف ان في حاجات غلط بتتم على القناة عندي، وممكن التأخير في ان انا احاول احمي نفسي للأسف ممكن يبقى سبب ان حساب الادسنس بتاعي او بتاعك يتقفل لو انت مش منتبه وبتحاول دايما تحمي نفسك اول باول. انا اتأخرت، بس برضو هاخد الاجراء المعتاد، وزي ما تكون النتيجة مش فارقة معايا. طيب ابتدي الخطوات العملي مع بعض، عرفت ازاي
وازاي ممكن احمي نفسي. البداية كانت بالنسبة لي في الفيديو اللي انا نزلته من 3 ايام تقريبا، لما كان في مشكلة في سيرفرات اليوتيوب والناس ما كانتش بتقدر تبدل الحسابات او تفتح القنوات بتاعتها، وزي ما انتم شايفين كده الفيديو عمل 405 مشاهدة. بالصدفة بقى دخلت على الاحصاءات لقيت الربح بتاعه $2.26. طبعا فيديو دقيقة ونص ويعمل 2 دولار وشوية كان بالنسبة لي الرقم يعتبر كبير، فقمت رايح على مستوى الوصول للجمهور. الناس تركز معايا، بلاش تجري اي جزء في الفيديو عشان تعرف تعمل ايه وازاي تتابع احصاءاتها، عشان خلاص حساب الادسنس مش بنعرف منه ايه النقرات ولا ايه اللي بيحصل، فانت لازم اللي تتابع بنفسك من الاحصاءات الخاصة بتاعت قناتك وبتاعت الفيديوهات. فروحت على مستوى الوصول للجمهور وقلت اروح على مصدر الزيارات الخارجية واشوف هل في اي تطبيقات، في اي حاجات غريبة. ما لقيتش جوجل سيرش واتساب، يعني لقيت الموضوع طبيعي ما فيهوش حاجة، المصادر الخارجية طبيعية برضو، ما خلينيش ان انا اطمن. وخاصة لو انا وريت حضراتكم فيديو نفس القصة مدته دقيقتين، دخلت على الاحصاءات بتاعته لقيته عامل 1100 مشاهدة وعامل 67 سنت، يعني ضعفه في المشاهدات وعامل 67 سنت. تاني 400 مشاهدة زي ما تشوفته وعامل $2.26، يعني قدوا 4 مرات. فطبعا الموضوع خلاني ادور واعرف في ايه. فنرجع تاني للفيديو بتاعنا، فقمت رايح على الجمهور واشوف جيالي منين المشاهدات. قمت رايح على اهم المناطق الجغرافية، لقيت مصر، العراق، السعودية، المغرب، الجزائر. المهم ضغطت على عرض المزيد، وبعد كده ادي الخطوات اللي لازم تعملها عشان تبقى عارف كل حاجة على قناتك والدنيا ماشية ازاي معاك. المنطقة الجغرافية، عدد المشاهدات مقسمة حسب المنطقة الجغرافية. هاجي عند المربع اللي جنبيه اللي هو اختيار المقياس السنوي، اضغط عليه واضغط على كلمة مقاييس اضافية، وبعدين امراي على ارباحك المقدرة، عايز اشوف الارباح اللي جاية من الدول دي شكلها ايه. فبعد كده ادي المنحنى، بصوا معايا كده في 12/4 اول ما الفيديو ما نزل 317 مشاهدة، ربحهم كام؟ 25 سنت. ماشي. 13/4 44 مشاهدة 3 سنت، 14/4 25 مشاهدة 4 سنت، بصوا بقى 15/4 ايه اللي حصل؟ 13 مشاهدة وارباح ما شاء الله حوالي $2. فنزلت كده بقى بص على المنطقة الجغرافية كل بلد والارباح اللي جاية منها، فلقيت مصر 9 سنت المشاهدات 104، مع ان بقى من متوسط مدة المشاهدة والساعات والكلام ده. العراق 4 سنت، السعودية 4 سنت، المغرب سنت، الجزائر. طب ايه بقى، ما كله سنتات اهو. فبنزل لتحت كده ببص، لقيت الولايات المتحدة كام؟ $2.01، وعدد المشاهدات ومتوسط مدة المشاهدة ووقت المشاهدة كله زيرو. ده معنى ايه؟ ان عدد المشاهدات اللي جاية من امريكا عدد قليل، بس اللي شاف نقر اكتر من مرة عشان يعمل الربح اللي ظهر بالنسبة لكم ده. يبقى هنا ده كده بالنسبة لي VPN على طول، حد دخل غير اللوكيشن بتاعه عن طريق التطبيق وخلاه أمريكا، ودخل فتح الفيديو مرتين ثلاثة وعمل النقرات عشان يحصل اللي انتوا شفتوه والربح اللي يظهر معايا بالشكل ده. يبقى انت كصاحب قناة لازم تتابع الأرباح بتاعتك وتعرف الأول زي ما بصيت كده على مصادر الزيارات الخارجية من مستوى الوصول للجمهور ولقيتها طبيعية، بس اللي خلانا شك برضو إن الأرباح عالية ما ينفعش على دقيقة يبقى الربح كده، وخاصة لما وردتكم فيديو نفس المدة تقريبا وعدد المشاهدات قدوا مرتين وعامل 67 سنت بس. يبقى انت تخش على الجمهور زي ما انا وريتك كده عشان تشوف الدول والارباح اللي جاية لك منها ايه، وتعرف دولة زي امريكا كده الربح زي ما انتوا شفتوا جاي $2، فده على طول بالنسبة لحد بينقر باستخدام تطبيق زي الفي بي ان. طيب انا كده لسه كنت بوضح ليكو ان انا يعتبر اتأخرت شوية في اتخاذ الاجراء او ان انا اتابع الاحصاءات بتاعتي، وخاصة ان انا عارف ان ممكن في ناس بتحاول من وقت للتاني تشتغل على القناة عندي بالفي بي ان او تعمل حاجة زي كده. فبصيت على كام فيديو لقيت الدنيا يعني عادي، قلت ما بص على البث المباشر بتاعي. فاخر بث مباشر انا كنت عامله كان في 8/4، قمت داخل برضو على الاحصاءات ببص لقيت المشاهدات 71، الارباح $1.80. طبعا كالعادة قمت رايح على مستوى الوصول للجمهور، بصيت ما لقيتش اي مصادر زيارات خارجية موجودة على اللايف. تمام. قمت ضاغط برضو على الجمهور وبعدين المناطق الجغرافية، لقيت مصر والمغرب، ضغطت على عرض المزيد
قراية على المقياس السنوي ومقياس إضافي وبعدين أرباحك المقدرة. نفس القصة أول اللايف ما نزل 79 14 سنت فجأة 12 مشاهدة 1 دولار و17 سنت. قمت باصص كالعادة مصر المغرب بص لقيت تحت برضو أمريكا دولار 74 سنت. يعني برضو نفس الشخص مغير بالفي بي ان امريكا ودخل عمل له كام نقرة عشان يعمل ضرر ليا بالشكل ده. انا من هنا بقول له اول حاجة يا ريت تغير امريكا لاي دولة تانية عشان الارباح بتاع امريكا هيتاخد منها ضرائب. فانت يا ريت تشوف لك اي دولة تانية اوروبية، عندك فرنسا عندك ايطاليا مش هتفرق، اختار اي دولة من دول وانقر منهم. ولا انت عشان تبخيل فبتستخدم تطبيق في بي ان مجاني فمتعرفش تغير منه جايلك على امريكا بس، فهو ده اللي بتستخدمه. وكمان التليفون بتاعك الاوبو ده محتاج تجيب لك تليفون احدث شوية عشان تعرف تشتغل منه وتنزل تطبيقات اكتر يعني وتشد حيلك شوية، ومش هتكلم اكتر من كده. تمام، يبقى كده خلاص حضراتكم تقدروا بقى تعرفوا لو في حد بيحاول يضركم، لو انتوا اصلا بتضروا نفسكم وانتوا مش عارفين عن طريق الفي بي ان والجروبات او الشركات اللي انتوا بتروحوا لها، تعرفوا ان من خلال سير الاحصاءات بتاعتكم بتتعرف مصادر الزيارات وبسببها الادسنس بتاعكم بيتوقف بعد مدة طالت قصرة قبضت مرة ممكن ما تلحقش تقبض وتلاقي الادسنس بتاعك اتوقف وكل تعبك للأسف راح على الفاضي. طيب من هنا بقى اروح على الحق نفسي ازاي؟ هقوم رايح على النموذج الخاص بجهات الاتصال للنقرات الغير صالحه، وطبعا عشان انا النموذج ده عملته كتير قبل كده والناس اللي كملت معايا الفيديو للوقت ده وعايزين يعرفوا ازاي يملوا النموذج صح والفقرات اللي يكتبوها يقولوا لي في التعليق وانا هسيب لهم رابط الفيديو الخاص بالنموذج. وبعد ما ببعت النموذج لو لاحظت ان لسه الارباح عندي برضو بتزيد ممكن او موقف عندي الربح على القناه يوم اتنين مفيش مشكلة لغاية ما الدنيا تهدى معايا نتيجة للفي بي ان لو حد بيحاول يضرني او لو انا اللي كنت بضر نفسي بالجروبات اللي انا كنت بدخلها او بالشركات اللي انا كنت بتعامل معاها عشان يبيعولي ارباح ويبيعولي دولارات. والكلام ده انا عملت عنه فيديو وهسيبه في التعليق المثبت، وبتمنى من الناس اللي برضو وصلت معايا للدقيقة ديت اللي الفيديو اللي موجود في التعليق المثبت ياريت تعمل لي مشاركة عشان في ناس بتنخدع في موضوع الشركات اللي بتبيع لهم الدولارات والأرباح ويعرفوا ان الموضوع دوت هيضرهم وهيأذيهم آجلا او عاجلا. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، وبالتوفيق للجميع. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.